بقيمة تمويل بتوصل لحد 100% من قيمة السلع المعمرة. بنك كيو ام بي الأهلي أعلن عن تقديم قرض السلع المعمرة، وده لأصحاب الأعمال والمهن الحرة. طبعا السلع المعمرة زي التلاجة أو الغسالة، أو لو عندك مشروع ومحتاج أجهزة وخطوط إنتاج، كل دي اسمها سلع معمرة. وبنك كيو ام بي الأهلي قال إن برنامج التمويل الجديد بيأتي في إطار تنويع برامج التمويل، وده علشان العملاء يشتروا كل اللي نفسهم فيه من غير ضغط مادي. تعالوا نعرف التفاصيل. في تنافس كبير جدا بين البنوك وبعضها على تقديم برامج تمويل متنوعة ومختلفة، وكمان بشروط سهلة بتساعد العملاء على الحصول على التمويل اللي هم عايزينه، سواء كان التمويل ده قرض شخصي أو قرض سيارة أو قرض تمويل عقاري. ومن أهم برامج التمويل اللي البنوك بتتنافس في تقديم أفضل نوع منها هو قرض السلع المعمرة. والسلع المعمرة دي بتكون عبارة عن الأجهزة اللي عمرها بيكون طويل، زي الأجهزة الكهربائية أو السيارات، أو حتى لو أنت صاحب مشروع ومحتاج ماكينات أو خطوط إنتاج لمشروعك. كتير من البنوك بيكون عندها برامج تمويل تقدمها للعملاء علشان يشتروا اللي هم محتاجينه من غير ضغط مالي عليهم، والنوع ده من البرامج بيكون مهم جدا، خاصة في الأوقات اللي بتكون فيها ارتفاع كبير في أسعار السلع المعمرة زي الفترة اللي احنا فيها دلوقتي. وهنا بتكون ميزة القرض انك بتشتري السلعة اللي انت محتاجها من غير ضغط عليك، وبتكون الاقساط الشهرية مريحة ليك. بنك كيو ام بي الأهلي أعلن عن تقديم برنامج تمويل لشراء السلع المعمرة بشروط سهلة وبسيطة، ومش لازم تكون موظف علشان تحصل على القرض ده، لا ممكن تكون من أصحاب المهن أو الأعمال الحرة وتحصل على القرض برضو. طيب إيه هي مزايا قرض السلع المعمرة؟ بيتم خصم الأقساط أوتوماتيكيا من حسابك، يعني مش لازم تروح البنك كل شهر تدفع القسط. كمان البنك بيقدم لك وثيقة تأمين مجانية على الحياة، وبيقدم ميزة تانية مهمة جدا، وهي سداد القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة أو العجز الكل الدائم. يعني البنك بيدفع عنك الباقي من القرض في حالة الوفاة أو العجز. القرض بتكون الفايدة بتاعته مناسبة جدا لمختلف العملاء، ومش لازم تشتري الحاجة اللي انت عايزها من مكان معين، لا انت بتشتري من اي مكان مناسب ليك على حسب اختيارك. ومدة القرض بتبدأ من 6 شهور وبتوصل لحد 5 سنين، وطبعا العميل بيختار المدة المناسبة له على حسب ظروفه، وبيكون الحد الأدنى للقرض هو 5000 جنيه، والحد الأقصى 150,000 جنيه. يعني البنك ممكن يديلك قرض ب 150,000 جنيه تشتري بيهم السلع اللي انت عايزها. لو عاوز تجيب غسالة أو تلاجة أو بوتاجاز أو أي جهاز في بيتك ومش معاك تمنه، تقدر تروح للبنك وتقدم على قرض السلع المعمرة. طيب ايه هي بقى الأوراق المطلوبة؟ بنك كيو ام بي الأهلي حدد بعض الأوراق والمستندات اللازمة علشان تقدر تاخد بيهم قرض السلع المعمرة. فلو انت موظف هيكون مطلوب منك صورة بطاقة الرقم القومي سارية، ومعاها إيصال مرافق حديث كهرباء أو غاز أو مية، وكمان صورة البطاقة الضريبية سارية، ومعاهم بيان بمفردات المرتب. أما بقى لو انت من أصحاب الأعمال الحرة، البنك بيطلب منك ترخيص مزاولة المهنة والسجل التجاري وكشف حساب بنكي لآخر 6 شهور.